قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. تتسارع الأحداث، تتصاعد الأزمات، مصر على أبواب مرحلة خطيرة، الشارع شارعان والشارعان شوارع، وللتفسير البعض على صوته مناديا بسقوط الرئيس والإخوان. وآخرون يرون في القادم الجديد مستقبل البلاد. القادم الجديد يتخبط، وأدواته إخوان مصر ينقسمون ضد بعضهم، فتيار صاعد يدعى سلفيا يضغط عليهم، يدعون. هكذا يتبدى المشهد المصري. فهل كل هذا محض صدفة ورفض لواقع؟ تقول قراءات المشهد إن ما تعيشه مصر من مشاكل وأزمات حادة ينسحب على باقي المشهد العربي لتلك الدول التي حط ربيع أسود في ديارها. لننظر بعين المراقب. هذه ليبيا، وفيها القتل بين قادم بنيران الغرب وبعض ممن كانت أدواته للتصدر على رأس السلطة، وفيها القتل بين ميليشيات جاءها السلاح من كل حدب وصوب ودفعها المال المستورد لتصويب فوهة هذا السلاح بوجه الأخ والصديق. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على كل منطقة وتجبر. وبالقرب منها تونس، من كانت ذات يوم خضراء كزيتونها. تونس تتشح بسواد عصبة متشددة لفت على رؤوس العشرات من أبنائها. فما نريده لبلدنا؟ حكومة إسلامية يقولون، بيد أن الحقيقة أن ما يريدون هو فقط تطبيق ما خطط للبلد الآمن. والآن يخرج أهلوه رافضين من جاء لجر بلادهم إلى أتون المجهول. وفي اليمن، حيث قاتل الخليجي لاحتواء الوضع قبل وصول النيران إلى دياره. في اليمن من كان يوما سعيدا، لا أمن عم البلاد ولا رخاء موعود حط في الديار. في اليمن رجال يقاتلون تحت شعار الإسلام، يفجرون ويقتلون ويصدرون أيضا لإكمال المهمة في ديار أخرى من بلاد العرب. ولا نبتعد إن حطت رحالنا في البحرين، وفيها وأد جماعي لحراك سلمي غير مسلح ولا طامع بسلطة، وأد تعاونت عليه دول مجاورة وأخرى متنفذة. هنا في البحرين لا مكان لأي حراك، وإن تم فمنفذوه تحركهم أدوات خارجية، والتصدي لهم بكل قوة حق وواجب. يسأل كثيرون، هل هذا محض صدفة؟ فيأتيهم الجواب. من وضع مخطط الشرق الأوسط الجديد وجد نفسه أمام المأزق السوري. هنا فتت مخططهم وفشل، وتوضحت تفاصيله وأدواته وراعوه ومنظموه. صمدت سوريا وأفشلت الرهان، فتخبطت رايس. هل تذكرون وعدها عام 2003 بإقامة الشرق الأوسط الجديد؟ وتخبط معها كل من شارك بتنفيذ وعدها المشؤوم. وسريعاً
تم اعتماد الخطة باء المعدة سلفاً في مخططها والمتمثلة بنشر الفوضى الخلاقة. قد يجيب على التساؤل مزيد من الإضاءة على ما يدبر خلف الأبواب الموصدة. من مصر نبدأ، حيث سربت دوائر قريبة من إخوانها قائمة لاغتيالات واعتقالات تحضر لها الجماعة لإقصاء معارضيها، وحجتها أن هؤلاء يمارسون حرباً موسعة ضدها، وأنه بات من الواجب وضع حد لهم قبل أن تخسر ما تبقى لها من أرضية في الشارع. في وثيقة أخرى تم تسريبها، وبعد أن اكتشف هؤلاء أنهم قلة قليلة في المجتمع المصري، فقد بدأوا يحشدون لخوض حرب أهلية ضد شعبهم ومعارضيهم. وتكشف التسريبات أنهم بدأوا بإجلاء عائلاتهم وأموالهم بتسهيل من سفارة قطر التي تمنح التأشيرة للإخوان بعشر دقائق فقط. يقول مصدر من مطار القاهرة إن المطار يشهد حركة سفر غير عادية لأسر القيادات الإخوانية، ومعهم حقائب صدرت تعليمات رئاسية بعدم فتحها، ويشتبه أن تكون مملوءة بأموال وذهب. يتم ذلك وسط تحشيد ودعوات لمليونيات، بعضها رافض للرئيس وقراراته وإخوانه، وأخرى للتعبير عن التأييد الشعبي له. فيسأل كثيرون، ترى هل سنشهد موقعة جمل جديدة الثلاثاء القادم في ميدان التحرير؟ هي إذن بداية فوضى ريس الخلاقة، فوضى خبرها السوريون قبل وقوعها، فاستجلب الأغراب لتنفيذها، وقدم السلاح لقتل ناسها. فسوريا القوية بناسها، الصلبة الواعية بقيادتها، يجب كسرها وقتل مقومات صمودها. يقول السوريون، لن تحلموا. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد. قسما بذاك ونحن الصادقون أبناء مجدك يا شام.